دعاء دخول المنزل المسؤول عنه بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، هذا عند أبي داود، وفي انقطاع بين شريح الحضرمي وأبي مالك الأشعري، ولذلك تفطن الألباني لهذا الانقطاع فأورده بعد ذلك في السلسلة الضعيفة، فالحديث فيه ضعف، لكن يقول بسم الله عند دخول المنزل كما جاء عند مسلم.